بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في صدى التربص الأول لامتحان اجتياز الرتب في قاعة متعددة الرياضات 18 فيفري راس الورد تحت إشراف مدير الشباب والرياضة بالتنسيق مع رابطة برج معاريج والروبينار رياض المدار. التربص هذا راح يشمل عدة مستويات: الحزام الأزرق والحزام الأزرق مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. سنقوم بتحت إشراف الرابطة مع عدة أندية. الأندية المشاركة هي بلدية راس الواد، برج بوعراريج، تسامات، بن قزدالي، تسرع، صدراتا، عندنا مجانا، حمادية، عناصر، سيدي مبارك، فليل، تابروت. Yeah!
خلينا نشوفوا اجبد اللورا اجبد اللورا اجبد اللورا تجبدوه خلينا نخدمه ايش بدا 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 ايش بدا
ولي ولي اجيب دولار اجيب دولار اجيب دولار هذه الاخرى راجب دوك كاجب باي هاي الولاد هاي اجيب دو اجيب دو اجيب دو اجيب دو هاي روح 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 بعد دو بعد دو بعد دو بعد دو بعد دو هي على الخطا بعد دو الخطا قاعد قاعد المطرين قاعد يا روح كم من هي اقعد دي كاس لما والله على المكان دي كاس لما دي كاس لما عني لا دي كاس لما السلام عليكم نشكر عمي فؤاد على الاستضافه هذه وعلى التغطيه المباشره من ملعب ديزني جيبري و بالأصالة عني ونيابة عن أصدقائي كامل كما راهم الزملاء معنا نشكر عمي فؤاد وتحية خاصة ليه فؤاد دخل في اليسار وتحية خاصة لما ما وما وما روح هذه تحية تاعك نشكرك عمي فؤاد بزاف 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 والله نشكرك وكامل الكوتش تاعنا وكامل اللي داوم مبروك عليكم وتحية لماما لا نهديك ليها يا محمد نهديها ليك ونحبك نحبك نحبك بدا هو بدا وجا وجا جيني كمان
Подружи, я буду за ответ.